يعطيك العافية. إن شاء الله اليوم راح نكمل بموضوع الـ Potential Energy due to Phone Charge. المرة الماضية هيك على السريع نكتب حكينا إنه أي شحنة في بالقرب منها جهد كهربائي، كان الجهد الكهربائي عند أي نقطة بالقرب من شحنة نقطية كانت كي في كيو على آر. هاي وحكينا هذا جهد نقطة بالنسبة relative to infinity. To infinity. لأن حكينا هون الريفرنس بوينت مين لا نهائي، بحيث إن جهد لا نهائي صفر. فإحنا بإمكاننا نحسب جهد أي نقطة. خلينا نكمل على نفس السياق هون ونحل تو اكزامبلز موجودات بالكتاب واكزامبل من عندي، بعدين نروح على آخر موضوع اللي هو قبل امتحان اللي هو راح يكون إن شاء الله يوم الاثنين القادم. هالسؤال بالكتاب بحكي لنا كما هو مبين بالرسم عندنا، بحكي لنا الشحنة Q1 مقدارها 2 مايكرو كولوم موجودة بالأوريجين، هيها موجودة رسمنا إياها من نقطة الأصل اللي هي شحنة موجودة، وفي عندنا شحنة ثانية مقدارها ماينس 6 كولوم موجودة على Y يساوي 3، موجودة بالنقطة 0.3 أي على Y يساوي 3، هي شحنة سالبة ومميزين بيناتهم. بحكي لنا المطلوب الأول، بحكي لنا find the total electric potential due to these charges at the point P. هاي البوينت P موجودة على الـ X-axis وموجودة بالنقطة 4.0، هاي النقطة B بدنا مقدار الجهد الكهربائي بتلك النقطة. الفرع B بحكي لنا find the change in potential energy of the system if the two charge plus third charge Q as the latter charge moves from infinity to point P. يعني بحكي لك لو هاي النقطة، احنا النقطة B حسبنا إلها جهد، هاي النقطة B إلها جهد اسمه VB، لو جبنا شحنة من المالانهاية وضعناها هون اللي هي هاي 3 مايكرو كولوم، جبناها من المالانهاية وضعناها بتلك النقطة، كم راح يكون التغير بطاقة الوضع الكهربائي للنظام؟ حلينا عليه سؤال من المرة الماضية أو آخر سؤال بالمرة الماضية. خلينا نشوف كبداية كيف راح يكون الحل. هاي السوليوشن. راح يكون عندنا بالبداية بدنا جهد النقطة في. جهد النقطة من عند في هي عبارة عن جهد الجاي من الشحن الموجب زائد الجهد الناتج من الشحن السالبة، لأن النقطة بي موجودة بالقرب من شحنتين. بالقرب من شحنتين، فاحنا بنحكي طيب الشحنة الموجبة هي عبارة عن K في Q1 اللي هي Q1 على أو Q الموجبة على R المسافة، هون المسافة على R الموجبة زائد K في Q السالبة على R السالبة، بعد النقطة السالبة عن النقطة المراد حساب الجهد عندها، و R بلس هي بعد النقطة عن الشحنة الموجبة، بعد النقطة B عن الشحنة الموجبة أو النقطة المراد حساب الجهد عندها. ثم نجي نحكي K اللي هو عبارة 9 × 10⁻⁹ مضروب في Q الموجبة اللي هي مقدارها 2، هي موجود عندي بالسؤال، هي عبارة عن 2 ناقص 6 اللي هي 2 مايكرو على المسافة بين الشحنة الموجبة هاي Q1 وهي عبارة عن Q2، لو جيت أو Q بلس Q ماينس، هاي Q بلس وهاي Q ماينس، كم بعد Q بلس عن النقطة المراد حساب الجهد عندك؟ 4 متر، فنحكي هون عندنا على 4 زائد K اللي هو 9 × 10⁻⁹ في الشحنة السالبة هون عبارة عن ناقص 6 × 10⁻⁶ مايكرو كولوم على المسافة، احنا عارفين هذا عبارة عن المثلث العالمي 3 4 5، فبكم بيكون بعد الشحن السالبة عن النقطة المراد حساب الجهد عندك؟ 5، فهاي جهد النقطة دي للنقطة دي. فبنحكي هون اذا بي بي جهد النقطة دي بهاي الحالة ناقص 6 29 × 10³ بول. إذن هاي إجابة الفرع A. الفرع B، هاي الفرع B،
شو بحكي لنا؟ لو جبنا شحنة ثالثة من اللانهائي هذا وضعناها بتلك النقطة، كم راح يكون التغير بطاقة الوضع؟ قول يو أو دلتا يو هي عبارة عن كيو اللي هي الثالثة، خلينا نسميها كيو ثلاث اللي احنا سميناها بالبداية، في جهد النقطة بي، لأن كيو ثلاث حتى نوضحها بالنقطة بي راح تعاني من جهد، هذا الجهد الناتج من الشحنات الثانية، من الشحن الأولى والثانية، فبنحكي هي ما بتأثر الجهد على نفسها، الشحنات الثانية اللي يأثرين عليها، فبنحكي كيو 3 اللي هي 3 في 10 قوة ناقص 6 مقدارها في جهد النقطة بي اللي هو ناقص 6 في 29 في 10 قوة 3 فولت، فراح يطلع عندي من الجواب ناقص 1 في 89 في 10 قوة ناقص 2 جول. عبارة عن التغير بطاقة الوضع للنظام. إذا بهاي أسئلة بسيطة، يعني ما بدها تعب ولا بدها جهد منا فعليا. تمام؟ طيب. نروح على سؤال آخر. تذكروا الدايبول اللي أخذناه بشابتر 23، إذا كان عندي شحنتين متساويات بالمقدار ومتعاكسات بالإشارة، أو عندي شحن موجب وشحن سالب، بدنا نرجع حسبنا له إحنا بالمرة الأولى المجال عند أي نقطة، هاي المرة بدنا نحسب الجهد عند أي نقطة، يعني بدنا نحسب الشغلتين، حسبنا الجهد بدنا نحسب المجال. بحكينا كما هو مبين لنا في عنا شحنتين، واحد كيو بلس كيو واحد ماينس كيو، بلس كيو موجودة على النيجاتيف اكس اكسس وبعيدة مسافة A، وماينس كيو بعيدة مسافة A على البوزيتيف اكس اكسس، هيهم لونها ازرق اللي هي السالبة، وهي هي عبارة عن الموجبة، والمسافة بيناتهم اثنين. الفرع الأول من السؤال بحكي لنا بدنا الجهد الكهربائي عند النقطة B. Calculate the electric potential at point B on the y-axis. هون بتيجي قوة، هون بتيجي قوة شو؟ قوة الجهد الكهربائي. بحيث إنه كون سكيلر لا بدك تحلل مركبات ولا إشي. صح؟ فبنيجي على الفرع A بنقول طيب الجهد عند النقطة B هو عبارة عن K في بلس Q على R Z ناقص K في Q على R ماينس هون R بلس، وهون ماينس لأني حطيت ماينس Q. لو جيت حكيت لك طيب هذا المسافة هاي R وهاي المسافة R، هاي R بلس وهاي R ماينس، ف R بلس هون عندنا يساوي ل R ماينس، لأنه هو عبارة عن يساوي جذر ال A تربيع زائد ال Y تربيع، فإحنا بنقول هون كم يساوي الجهد؟ مباشرة صفر، راح يلغوا بعض. إذا الدايبول في نقطة بيناتهم أو على الواي أكسس، بأي نقطة على الواي أكسس فعليا دائما صفر، سواء كانت النقطة بي بالأوريجن ولا بالنيجاتيف واي أكسس ولا بأي مكان على الواي أكسس، شو دائما بيكون الجهد؟ الجهد صفر. فإحنا هون شو؟ نفس المقدار تطرح البعض فصفر. هون الأمور تمام، ما بدهاش حل. طيب النقطة الفرع بي بيحكي لنا طيب calculate the electric potential at point R on the x-axis، بدنا المجال أو بدنا الجهد الكهربائي عند النقطة R، يعني بدنا V عند النقطة R اللي تبعد مسافة x، يعني احنا هون حاكينها تبعد مسافة x على ال x-axis. نيجي نحكي عبارة عن الجهد الموجب زائد جهد الشحن السالبة، فبنحكي هون جهد الموجب هو عبارة عن K في كيو على كم بعد الشحنة الموجبة عن النقطة R، هي بعيدة بالماينس X وعلى البوزيتيف A على النيجاتيف وX على البوزيتيف، كم البعد هون بعدها؟ نقول X زائد A بعدها، نحكي هون هو عبارة عن X زائد A، X زائد A زائد K في ماينس في ماينس كيو، خلينا نحطها هون سالب في ماينس كيو، كونهم متساويات على
المسافة بين السالبة والنقطة R، إذا كانت هاي المسافة X وهي المسافة A، المسافة بيناتهم من هون لهون شو لازم تكون؟ X minus A على X minus A. هون المسافة VR عند النقطة R، فشو راح يطلع عندي؟ هو عبارة عن K Q نفتح قوس 1 على X plus A minus 1 على X minus A. واحد المقامات راح يطلع معنا K في Q في 1 في X minus A X minus A، هاي بالبداية minus 1 في X plus A X plus A على X plus A مضروبة في X minus A، اللي هون كثير طلاب يسألون لو كان عندي 1 على A ناقص 1 على B شو هون؟ نقول هو عبارة تضرب ضرب تبادل 1 في B B ناقص A على A في B مباشرة عشان ما نغلب حالنا يعني بالتوقيت مقامات يعني. بس شو راح يطلع هون عندي؟ K في Q هون في عندي X minus A، هاي هون عندي X بالبداية، خلينا نبلش في المقام، هذا فرق بين مربعين X plus A في X minus A، فهو عبارة عن X تربيع ناقص A تربيع. X minus A الـ X مع الـ X بتروح، و minus A وكمان minus A minus 2 A، لا تنسى إنه بتدخل الـ minus على القوس، فراح يطلع عندي هاي V عند النقطة R، فV عند النقطة R النهائي راح يكون عندنا، راح يكون مقداره ناقص 2 A ناقص 2 A في Q في A على X تربيع minus A تربيع، وهذا بيكون مش عند النقطة R في A، عند النقطة R، فبيكون هذا الجواب النهائي. طيب نيجي على الفرع C الآن، بحكي لنا الفرع C. فرع C بحكي لنا هون بهي الحالة، طيب بما إنه إحنا حسبنا، بحكي لنا خلينا ناخذ حالة خاصة من الفرع دي. بحكي لنا calculate V and EX at point on the X axis far from the diagonal. بحكي لنا بدنا نوجد الجهد والمجال، بدنا نوجد الجهد والمجال عند نقطة بعيدة بعيدة جدا جدا جدا، تمام؟ وهي راح يكون يعني مقدمة للموضوع التالي، كيف يعني؟ مش التالي اللي بعده بشوي، بس ان شاء الله نفس المحاضرة. بدنا نحسب الجهد بالبداية، يعني هو بحكي لك R موجودة بعيدة جدا، يعني X أكبر بكثير من A بمعنى آخر. فرع C بحكي لك بدي حالة خاصة عندما X، خليني بس C أنزل على تحت، عندما X أكبر بكثير من A المسافة. شو راح يعني؟ راح يعني إنه V عند R شو راح يساوي؟ لو قلت لك بهاي الحالة X أكبر بكثير من A، X تربيع ناقص A تربيع شو يساوي تقريبا؟ BX أكبر أو تقريبا يساوي X تربيع، بنفس الفكرة اللي كنا ناخذها بشابتر 23. عندك عدد كبير اطرح منه أي عدد صغير جدا، فهو بيظل نفس العدد، فاحنا بنحكي بهاي الحالة V عند النقطة R هي عبارة عن ناقص 2 A في Q في A على X تربيع، هاي حسبنا الجهد. طيب المجال، هاي راح يكون موضوع ما حكيتلك، راح يكون مقدم. خلينا هون بس نعمل نوت بعدين نحل السؤال. احنا حكينا DV هو عبارة عن ناقص E دوت DS، صح؟ مش التعريف كان الجهد الكهربائي، أنا معي جهد بطلع المجال. احنا هون المجال، عارفين المجال دائما اتجاهه هون الدايبول، هون وين راح يكون اتجاه المجال؟ هون شو راح تحكي لي؟ المجال لو جينا حكينا المجال هون بتقول لي خارج من الموجب، هاي اي للموجب، وداخل في السالب اي للسالب، فهو سواء كان الموجب او السالب كون اقرب للسالب، فراح يطلع عندي المجال دائما وين؟ باتجاه الناقص اي، بغض النظر. اذا على كل الاحوال سواء كان بلس او ماينس اي هات، دائما المجال على الاكس اكسس، فاحنا هون متاكدين انه المجال عندنا بهاي الحاله باتجاه
المجال باتجاه الـ X-axis. E يساوي EX باتجاه الـ I hat. فهون شو راح يطلع عندي؟ DV هو عبارة عن ناقص EX DS. DS هاي displacement، إلها ثلاث مركبات. DS ثلاث مركبات إلها، DX I hat زائد DY J hat زائد DZ K hat، هاي displacement. فلو من نعمل دوت برودكت، المجال بس له مركبة باتجاه الـ X، المع الـ Y راح يصفر والمع الـ Z راح يصفر. هون شو راح يصفي عندي؟ EX DX. إذن E هون بهاي الحالة اللي هو باتجاه X، شو راح يصير عندي؟ اقسم على DX على DX وضرب بسالب ناقص DV over DX، هو عبارة عن مشتقة الجهد بالنسبة لـ X. فقط باجي بروح بحكي وين الجهد؟ هاي الجهد. فبحكي E عند النقطة R واللي هي باتجاه الـ X axis واللي يساوي EX، هي عبارة عن ناقص مشتقة للجهد النقطة عند النقطة R. فباجي بحكي لك هو عبارة عن ناقص D over DX للجهد اللي هو ناقص 2 K في Q في A على X تربيع. السالب مع السالب بصير موجب، هي عند النقطة R. السالب مع السالب بصير موجب، نطلع 2 K في Q في A لبرا. فشو بصير عندي؟ فقط مشتقة الواحد على X تربيع. شو مشتقة الواحد على اكس تربيع؟ ناقص 2 اكس تكعيب. فبنحكي ناقص 2 مع 2، فراح يصير عندي ناقص 4 كي في كيو في اي على اكس تكعيب. فبيكون هاي عندي المجال عند النقطة ار. فراح يكون عندي المجال عند النقطة ار بهي الحالة ناقص 4 كي في كيو في اي على اكس تكعيب. وفي على فكرة في واحد من زميلاته على انا اظن بعثت لي اياه سؤال، هذا السؤال شابتر 23 يعني قبل شهر تقريبا، حكت لي هذا من اسئله الكتاب وبالله حل لي اياه، وحليت لها اياه. هسه بحكي لها قارن الاجابه هاي مع الاجابه اللي انا بعثت لك اياها، راح تكون متطابقه 100% على الاكس اكسس، بس تكون احنا بنقطه بعيده جدا. فهاي نفس الفكره اللي احنا تبعناها هذاك الشابتر. تمام. اذا هون وجدنا كل شيء بهذا السؤال. نيجي هون لو جيت فحكيت لكم او اجي احكي لكم البوتنشال انرجي، او خلينا نعمل لكم فوبي احسن. ثواني هذا آخر موضوع قبل مادة السكن. آخر موضوع مادة الموت. أي شو سكن؟ لو جيت حكيت لكم أنا عندي قبل ما نروح لهم، خليني أذكركم بأيام 101 وأمحيها على السريع بس عشان نوصل للفكرة. لو جيت سألتكم لو جيت سألت وأنا عندي هون ها سطح الأرض، هذا الجراوند، وجيت أنا كانت هون معي كرة وأنا ماسكها بإيدي، تمام؟ لو تركتها راح تتحرك. من هون الفكرة اللي إجت، إنه إحنا كنا نقول طيب إحنا بنعرف بالبداية كنا نقول إنه أي جسم متحرك بيمتلك طاقة. طب هذا جسم ساكن وأنا ماسكه بإيدي، المفروض ما يكون يمتلك طاقة، هيك تفكير بدائي. لكن بس تركناه يتحرك، اذا هو كان عنده طاقه مخزونه، طاقه كامنه بيمتلكها، بعدين بس ازلنا القوه المؤثره عليه، مين اللي مخليه بمكانه؟ ايدي اللي هي القوه الخارجيه، بس ازلنا القوه الخارجيه اتحرر، صارت تتحرر الطاقه من داخله، وصار اذا هو في عنده طاقه كامنه مخزنه بالنظام، وبس ازلنا القوه الخارجيه صار يتحرك. طيب بنفس هاي الفكرة لو جيت سألتك قلت لك طيب لو أنا هون عندي
شحنة موجبة وهون شحنة موجبة. وبغض هذا المثال يعني بينطبق على كل الشحنات. لو حكيت لك موجب او سالب او ثنتين سالبات، يعني حتى الميكس بينات مضبوط على كل الاحوال. لو قلت لك هاي هون عندي كيو 1 وهاي عندي كيو 2 والمسافه بيناتهم ار، وكيو 1 وكيو 2 بامكان ان يكونوا موجب او سالب، يعني انا خليني احكيها هون عشان ما نخربط، يكون تاخذ كل الاشياء يعني القيم. لو جيت سالتك لو نفترضهم بالبدايه موجبات، احنا حكينا من البدايه حسب قانون كولوم القوه شو تساوي كي في كيو 1 في كيو 2 على المسافه تربيع بيناتهم وباتجاه ار، هات باتجاه الخط الواصل بيناتهم دائما او على الامتداد داخل او خارج. بالنسبه لي هون لو جيت دائما في كانوا طلاب يسالوا طيب دكتور انت بتحكي انه في قوه تمام، طب ليش ما يبعدن عن بعض؟ ليش احنا دائما نفترض انه هاي المسافه بيناتهم ثابته؟ يعني انا لو كانوا هذول الثنتين موجبات بعد فتره هاي لو انا كاني مثبتهم بايدي لو تركتهم هاي راح تروح لليمين وهاي راح تروح للشمال، الثنتين راح يتحركوا. طيب لو كانت واحده سالبه والثانيه موجبه هاي راح تنجذب وهاي راح تنجذب. طيب لو كانوا الثنتين سالبات هاي راح تروح لليمين وهاي راح تروح للشمال. إيه؟ طيب اذا هون عندي مين اللي مخليهم على نفس المسافه؟ قوة خارجية. إذا في عندي قوة خارجية هي من ثبتيتهم. إذا أزلنا القوة الخارجية بنفس مبدأ الكتلة اللي أنا ماسكها بإيدي، إذا أزلت القوة الخارجية اللي مثبتة بيناتهم شو هاي القوة؟ هاي القوة راح تبدأ تعطي مفعولها فراح يبعدوا عن بعض. إذا إحنا بنفس الفكرة، إذا بهذا النظام في عندي قوة، في عندي طاقة مخزنة بهذا النظام. بدنا نشوف كم الانرجي ستور بوتنشال انرجي ديو تو بوينت تشارج، او بنسميها دائما الانرجي او الالكتريك بوتنشال انرجي ستور، الطاقه المخزنه بالنظام. بس خليني بالبدايه افهمك اياها فهم، لانه بالكتاب او باي كتاب اخر ما راح افهمك اياها بالطريقه اللي انا بدي اشرح لك اياها. الثاني لو جيت قلت لك أنا بدي أجمع شحنتين، أنا بالبداية خليني أبلش من 1 بوينت شارج ونحسب الطاقة. لو جيت أنا في عندي شحنة مقدارها كيو 1 موجودة باللانهاية وبدي أنقلها أحطها بالنقطة هاي بالنقطة بي، لو جيت قلت لك كم الطاقة اللي بتلزمني حتى أنقل كيو 1 لعند النقطة بي، بتقول الطاقة أو الشغل اللازم حتى أنقلها من النقطة Q1 عند النقطة B بالبداية أنقلها Q هاي أنقلها من اللانهاية عند النقطة B، فبحكي الشغل هون شو لازم يساوي؟ صفر، لأنه أنا قاعد بنقل Q1 من اللانهاية لعند النقطة B بدون تأثير أي قوة هون بالنقطة B. Q1 ما بتأثر على نفسها، طيب Q1 وهي متحركة هل راح تلاقي مجال؟ لا. هل راح تلاقي جهد من أي شحنة؟ لا. فبنحكي الشغل حتى انقل اي شحنه بالفراغ بدون تاثير اي قوه هو صفر، ما في، لانه ما في عندي قوه مؤثره عليها. اذا انا بهاي الحاله انا الشحنه الاولى جبتها وحطيتها بالنقطه بي. اذا انا باجي بروح على الشحنه الثانيه التو تشارج، بس انا بدي اجمع شحنتين صح؟ انا بدي اجمع شحنتين، بالبدايه بدي اجمع الشحنه الاولى بهاي النقطه والشحنه الثانيه بهاي النقطه. هاي Q2 وهو في بيناتهم مسافة R. بالبداية أنا بدي أجيب الشحنتين موجودات Q1 و Q2 موجودات الثنتين وين؟ بالمالانهاية. بدي أنقلهم وين؟ بدي أنقلهم لمواقعهم التالية وأشوف الشغل، وراح تكون الطاقة المخزنة بالنظام هو نفسه مقدار الشغل اللازم حتى أجمعها. باجي بحكي طيب هاي Q1 حتى انقلها لهون، اذا الشغل للاولى كم يساوي؟ صفر. ليش؟ لان Q1 راح انقلها لمكانها وQ2 بعتها بالما لا نهائي مش مأثره عليها. طيب لو جيت قلت لك طيب الشغل حتى انقل الثاني، بتقول لي انا Q1 حطيتها هون، اذا بدي انقل Q2 للمنطقه للنقطه هاي، اذا Q2 راح تعاني من جهد ناتج من الشحنه الاولى،
فبنقول الشحن المتحركة Q2 في الجهد الناتج من الأولى، فراح نقول هو عند تلك النقطة، عند النقطة هاي، فبنحكي هو عبارة عن Q2 في جهد النقطة الأولى عند موقع النقطة الثانية، فبنحكي هو عبارة عن K Q1 على R لحاله. فشو راح يطلع عندي؟ إذا الورك الكلي واللي هو عبارة عن دلتا يو أو الشغل الطاقة المخزنة بالنظام، شو راح يكون؟ هو عبارة عن K في Q1 في Q2 على R، وهو هذا القانون اللي موجود عندكم بالكتاب. أيوة الأمور سهلة. طيب لو نتخيل إني أنا بدي أجيب شحنة ثالثة، أنا جبت الشحنة الأولى، نيجي على 3 شارج. أنا جبت الشحنة الأولى Q1 حطيتها مكانها، وجبت الشحنة الثانية Q2 حطيتها مكانها، وفي بعيدات عن بعض مسافة R1-2 بين الأولى والثانية. لو بدي أجيب شحنة ثالثة مقدارها Q3، وهي الشحنة 3 موجودة باللانهاية وبدي أجيبها لموقعها الثاني، خليني أعتبر إنه هاي المسافة نفسها R1-3، هاي المسافة R2-3، تمام؟ إذا أنا بدي أجيبها موقعها بالبداية. الشغل حتى أجيب الشحنة الأولى والثانية كم حسبناه بالبداية؟ هو عبارة عن K في Q1 في Q2 على R1-2 على المسافة بيناتهم. هذا عبارة عن الشغل اللي راح أجيب به شو؟ الشحنة الأولى والثانية. هسا بدي أجيب الشحنة الثالثة، كم الشغل اللي حتى أجيب الثالثة؟ حتى أجيب الشحنة الثالثة راح الشحن هو عبارة عن Q في دلتا V في جهد تلك النقطة، هو عبارة عن الشحن المتحركة بجهد النقطة اللي أنا بدي أجيبها اللي هي جهد النقطة B. لكن جهد النقطة B هو عبارة عن جهد ناتج من شحنتين، شحنة أولى زائد شحنة الثانية. فنروح هي Q3 في K في Q1 على R1-3 زائد K في Q2 على R2-3. إذن شو راح يطلع عندي الشغل حتى أجيب الشحنة الثالثة؟ إذن الشغل حتى أجيب الشحنة الثالثة هو عبارة عن K في Q1 في Q3 على R1-3 زائد K في Q1 في Q3 في Q2 أو 2-3 خلينا نحكم بالترتيب Q2 في Q3 على R2-3. إذن مباشرة أنا صار عندي جمعت الثنتين وبعدين بدي أجمع لهم جهد الثالثة. إذن الورك الكلي total work الشغل اللازم يساوي دلتا يو، ويساوي شو؟ بجمع حتى أجيب الأولى والثانية والثالثة اللي هو عبارة عن الأولى والثانية هو عبارة عن كيف Q1 في Q2 على R1-2 زائد الشغل هذا K في Q1 في Q3 على R1-3 زائد K في Q2 في Q3 على R. وهيك شو نحكي؟ خلينا نعمم النتيجة. هاي الانيرجي ستور كيف راح يجيك السؤال؟ راح يقول لك كم الانيرجي ستور، انيرجي ستور او الانيرجي تو انسان بيلد ذا سيستم. هيك اتوقع راح يكون الله. اذا هون احنا خلينا نرجع، إذا عندي شحنتين هو عبارة K بالشحنة الأولى بالشحنة الثانية على المسافة بيناتهم. طيب لو كانوا 3 شحنات طلع مش عندي حد، طلع عندي حدين صح؟ طلع عندي حدين صح؟ هون طلع عندي 3 حدود مش حدين، انسان بل طلع عندي 3 حدود. طيب يجي بيقول لي بتقول لي طب لو كان 4، خلينا نطلع قانون عام لهي المساله.
نطلع، هو عبارة عن قانون، قانون عام. شو هذا القانون، شو القانون العام اللي احنا بدنا نشتغل عليه؟ طب لو كانوا أربعة، كم الإنرجي المخزنة؟ طب فور تشارجز، بدك تجمع، احنا جمعنا الأولى والثانية والثالثة، بدك هذا الحد تجمعه مع مين؟ مع الحد الناتج من الرابع. فاحنا هون بالمسألة بسيطة، يعني لو أنا عندي امتحان هون، وهذا مرة جبته مثال أو سؤال سنوات، لو قلت لك كان هون عندي Q1، هاي Q2، هاي Q3، هاي Q4. بس خلينا نرجع لورا شوي. لو جيت قلت لك هذا الحد حتى أجمعهم، هو عبارة عن الأولى والثانية، الأولى والثالثة والثانية والثالثة، وكأني أنا هون بدي أحط كل الأزواج الممكن، بمعنى باجي بحكي لك كم الطاقة المخزنة بكل اثنين. يعني أنا هون لو جيت حكيت لك ثلاث شحنات، راح أمحيها هون، هاي Q1 Q2 Q3، بقول كم الطاقة المخزنة بالزوج هذا، زائد كم الطاقة المخزنة بالزوج هذا، كم الطاقة المخزنة بالزوج هذا، كم راح يطلع عندي؟ ثلاث حدود، صح؟ بكل زوج ممكن. طيب خلينا نيجي هون، والترتيب مهم. نيجي بنقول بالبداية، بنقول يو الطاقة المخزنة هي عبارة عن كي في Q1 في Q2 على R1 2، هاي R1 2، هاي R2 3، R3 4، R1 4. نقول بالبداية بين الأولى والثانية، زائد كي في Q1 في Q3 على R1 3، زائد كي في Q1 في Q3 في Q4 على R1 4، بين الأولى والثانية، الأولى والثالثة والأولى والرابعة. بعدين باجي بحكي عن الثانية والأولى، ما احنا حسبناها، الثانية والثالثة، بقول كي في Q2 في Q3 على R2 3، زائد كي في Q2 في Q4 على R2 4، زائد بحكي الثالثة. هسه الثالثة مع الأولى هي حسبناها، الثالثة مع الثانية حسبناها، ضل الثالثة مع الرابعة، نقول كي في Q2 في Q3 في Q4 على R3 4. كم حد طلع عندي؟ هون طلع عندي ست حدود، فبيكون الجواب، فبدك تجمعه، تطلع كل حد على حدة وتجمعه شو؟ ست مرات، هون جو راح تكون النتيجة كبيرة جدا. إذا الطاقة المخزنة بالنظام هيك بتم شو اسمه حسابها. طب خلينا ناخذ اكزامبل بسيط، يعني من الاكزامبلز اللي احنا يعني اللي مره جبته سؤال سنوات بصراحه. هذا سؤال سنوات كالتالي، مصحصحين معي ولا نايمين؟ كيف بكره برمضان بدك تسوي؟ يعني تفضل يا عبد الرحمن. دكتور، بالنسبه لرمضان اه راح تسجل محاضرات ولا عادي راح ناخذ محاضرات؟ لا راح ناخذ محاضرات. انا برمضان انا راح احكي لك كيف راح يكون السيناريو. برمضان مش راح اخذ حضور غياب، تمام؟ بس انا راح انزل لكم محاضرات، يعني انا راح انزل المحاضرات موعدها، يعني راح اعطي محاضرات مباشره واللي بده يحضر يحضر. بس انا حكيت لكم انا من بدايه الفصل مشان اكون يعني دقيق معكم، حكيت لكم جزء من الكويزات راح يكون فجأة، يعني فجاه، وانا هسه قاعد بشرح يلا في امتحان هسه فتح عندكم مدته 5 دقائق، فوت حل واطلع. فهمت عليها. بس انا مش راح اخذ حضور غياب برمضان. بس يمكن يكون في كويز، ممكن يكون في كويز واحد، بس انا حكيت لكم تتذكروا، يعني انا حكيت لكم راح يكون في عندنا 5 كويزات وراح نحسب اعلى 4،
فممكن اسوي كويس فجائي واحد، وانا هذا اللي بخطط له يعني. واحد الماكسيموم من اصل 50 كثير، فانا يعني هيك اللي راح اعمل. تمام تمام دكتور. دكتور هسه طب المادة هاي آخر شيء داخلة في المادة؟ هاي اخر، هذا اخر شيء يعني، هذا الاكزام بالاخر شيء داخل بالمادة. تمام دكتور مشكور. هسه راح احط لكم خط واحكي لكم لهون مادة المادة. تمام دكتور. طيب بحكي لنا السؤال الثاني. 3 identical charges، في عندنا ثلاث شحنات متطابقة. Are at the vertices of an equilateral triangle of side A. في عندي ثلاث شحنات متماثلة موجودة على رؤوس مثلث متساوي الأضلاع. تمام؟ طول ضلعه A. بحكي لنا the total electrostatic potential energy stored in the system is، كم مقدار الطاقة المخزنة، الطاقة الكهربائية المخزنة بالنظام. انت اذا بدك تفهمها كمان رد نعيد، يعني هاي عندها شحنات كلها موجبة، موجودة على رؤوس اضلاع مثلث، لو تركناها هاي حرة الحركة راح يتنافروا عن بعضهم البعض وراح يبعدوا. طيب مين اللي نخليهم هاي على نفس مكانهم؟ قوة خارجية، اذا ازلناها هاي الطاقة راح تتحرك، فهي فعلا عندنا طاقة بوتنشال انرجي، طاقة مخزونة بالنظام بس على شكل شو؟ طاقة كهربائية. تمام؟ إذا خلينا نيجي نحل المثال، نيجي بنحكي بما إنهم عندي ثلاث شحنات، إذا نحكي هي عبارة عن الزوج الأول، خلينا نحط عليه دائرة، الطاقة المخزونة بالزوج الأول زائد الطاقة المخزونة بالزوج الثاني زائد الطاقة المخزونة بالزوج الثالث، مش إحنا هيك نعتبرها؟ كل أزواج، نيجي نقول الجهد او مش الجهد، الطاقه دلتا يو والطاقه المخزنه هي عباره عن في البدايه هذا الزوج الاول، هذا الثاني، هذا الزوج الثالث، نقولها عباره عن كي في كيو الاولى كيو في كيو الثاني كيو، اذا كيو تربيع على كم المسافه بين الشحنات اللي بالزوج الاول اي زائد الزوج الثاني كي، الشحن الاولى كيو والشحن الثاني كيو، هاي كيو تربيع على المسافه بيناتهم 80 زائد الزوج الثالث هو نفسه كي في كيو تربيع على كيو، فراح يطلع عندي دلتا يو 3 كي في كيو تربيع على اي. فبس في بتذكر هيك سؤال على السريع بس يعني، مره الدكتور احمد الجراره ما يعني جاب سؤال كالتالي، شو السؤال بحكي؟ لكن لو انا عندي دائره وجيت وضعت عليها ثمان شحنات، دائره نصف قطرها ار كبيتا نصف قطرها، وجينا وضعنا عليها ثمان شحنات كما هو مبين بالشكل يو يو هاي نصف قطرها R. بدنا هاي النقطة، لو افترضنا هاي النقطة دي اللي هي السنتر، بحكي لنا بدنا الجهد عند النقطة دي and هي عند النقطة دي، كم الجهد عند النقطة دي، كم الشحنة عند النقطة دي، وكم المجال عند النقطة دي. يلا نحكي سهلة، في هون عندي الجهد، جهد الأولى زائد الجهد الثاني زائد الجهد الثالث، وكلهم بعيدات نفس البعد R، فبحكي الجهد عند النقطة B 8 K في Q على R، بس جهد الأولى والثاني والثالث وبس. طيب إيه عند النقطة B؟ زيرو. ليش إيه عند النقطة B زيرو؟ لأنه كل مجال راح يعكسه مجال اللي مقابل لها، يعني لو حكينا هاي الشحنة كيو فراح يكون جهتها للأسفل واللي مقابل لها جهتها مجالها للأعلى، باختصر البعض كل ثنتين مجالهم راح يلغي بعض، فهون هاي الحالة كم مقدار المجال؟ صفر، لأن كل واحد بتعكس الثاني. كان هالسؤال يعني من الأسئلة اللي ممكن يعني.
اللي اجت مره بالامتحان. خلينا نحط هون خط ونحكي الى هنا ماده امتحان منتصف الفصل. يبقى هون عندنا امتحان الماده. إذا بدك تدايبل ما تدخلوهوش بالمادة، لأن أنا سبقت خصوصا داخل فرع عادي، لا آخر فرع اعتبروه من مادة الفاينل. تمام. إذا هون عندنا هذا الحد الفاصل بين مادة الفيرست ومادة أو مادة الميد ومادة الفاينل. طبعا أنا بس أحكي لك مادة الفاينل، مادة الفاينل دائما عندنا شو المادة كلها، يعني مادة الفاينل كل شيء داخل فيها. تمام. بس إحنا الميد لعن ما وصلنا. إذا هاي احنا هون حسبنا الجهد الكهربائي والطاقة وكل هاي الأشياء. طيب خلينا نروح على موضوع جديد، وموضوع يعني من أهم المواضيع اللي احنا لازم نكون فكرنا فيها، واللي هو راح يدخلنا على موضوع قديم جديد. هسه نكتب شو هو الموضوع. بحكي لنا obtaining the value of the electric field from electric potential. يعني احنا حكينا بداية الفصل اخذنا الامور باتجاه واحد، ما اخذناها بالاتجاه العكسي. يجي واحد يحكي لي ما في الاتجاه العكسي. خلينا نحكي الامور كالتالي. شو انا بقصد؟ انا حكيت لك بالبداية، او خلينا نكتب ريمبر احسن، اتذكر ريمبر، تتذكر اللي هو 25-1 سكشن 25-1 بداية هذا الشابتر. كان عندي E is given. شو يعني E is given؟ يعني E كان معي وأنا من خلال E أوجدت V. يعني E is given وأنا هون شو أوجدت V، بحيث إنه كان عندي dV أو دلتا V، خلينا نسميها دلتا V، كانت هي عبارة عن ناقص تكامل E ضد S. تذكروا هذا القانون؟ كان أنا معاي المجال، أنا كان معاي المجال ومن خلاله حسبت الجهد. هاي كان عندي الأمور بداية الشكل. طب لو أنا أعطيتك العكس، لو حكيت لك now if V is given، الجهد عند نقطة معينة موجود معك، how to calculate دلتا E. أيوة إحنا هون خلينا نركز. أنا بس كان عندي المجال أوجدت الجهد. طب لو كان معي الجهد كيف بوجد المجال؟ وانتبه إنه الجهد كمية قياسية والمجال كمية متجهة. كيف بدنا نطلع شيء متجه من شيء قياسي؟ صح؟ يعني هاي عنوان الموضوع obtaining the value of electric field from electric potential. انا بدي اطلع المجال من خلال المعطيات، من خلال الجهد الكهربائي. يعني انا بدي E من خلال V عكس بداية الفصل. طيب كيف بدنا نتعامل معه؟ خلينا نجي على هيك فكرة على السريع. لو جيت حكيت لك ناخذ هاي العلاقة اللي موجودة عندي، هاي الموجودة، لو جيت سألتك ممكن أكتبها بطريقة ثانية، اشتق الطرفين بمعنى آخر، دي هي عبارة عن ناقص E dot dS. خلينا نفترض هالفرض، suppose E in the X direction. خلينا نفترض إن المجال فقط له مركبة واحدة وباتجاه الاكس دايركشن. فبمعنى آخر أنا بحكي لك وكأنه E كمتجه يساوي EX باتجاه الـ I هات. فباجي بحكي لك DV وعبارة عن ناقص
اي دو دي اس، دي اس اللي هي عباره عن ديسبيسمنت، دي اس هي عباره عن ديسبيسمنت تساوي دي اكس اي هات زائد دي واي جي هات زائد دي زي في اتجاه الكي هات في ديسبيسمنت. لو جيت قلت لك طيب اي دو دي اس، نقول الاكس مع الاكس والواي مع الواي، هذه كانت زائد صفر جي هات زائد صفر كي هات، اعمل بيناتهم دوت برودكت، شو راح يصفي عندي؟ اي اكس دي اكس بس، والصفر في دي واي صفر، والصفر في دي زي صفر. فبهي الحاله بتقول لي اذا انا هون الامور صارت عندي سهله، اذا بحكي اذا اي اكس هو عباره عن ناقص مشتقه الجهد بالنسبه ل اكس. اذا انا اذا بدي اوجد المجال، قيمه المجال هو عباره عن اي اكس باتجاه اكس. طيب هاي احنا لو فرضنا المجال باتجاه واحد، لو كان هذا الاتجاه هو الواي، فنقول اي واي هو مشتقة الجهد بالنسبة لواي مضروبة بسالب. لو قلت لك بالنسبة، لو كان المجال فقط باتجاه الزد، بتقول لي هو المشتقة بالنسبة لزد. طيب لكن خلينا ناخذ قاعدة أعم. طيب ناو خلينا هون نحكي جنرال كيس أو جنرال سيناريو، خلينا نسميه حالة عامة. احنا عارفين انه المجال الكهربائي، كون المجال الكهربائي كمية متجهة، اذا هو له ثلاث مركبات، اي اكس باتجاه الاي هات زائد اي واي باتجاه الجي هات زائد اي زد باتجاه كي هات. وكنا نقول دائما انه اي كمقدار هو عبارة عن جذر اي اكس تربيع زائد اي واي تربيع زائد اي زد تربيع تحت المركبات، نربحهم تحت الجذر. هاي احنا عارفين انه اي له ثلاث مركبات. لو جيت سالتك اي اكس هون بهاي الحاله ماذا تساوي؟ اقول مشتقه الجهد بالنسبه لاكس. بس هون بمعنى اخر، لو رجعت للعلاقه هاي اللي اشتقيتها قبل شوي، هاي العلاقه هاي خليني اكتب وامحي. انا لو ما جيت حكيت لك اي اكس بيعتمد على اكس، وكانه الجهد هون عندي هو عبارة عن اقتران بيعتمد على إكس، لأنه أنا بس أشتقه بالنسبة لإكس. أنا هون مقتنع 100% إنه الجهد معتمد على إكس، فبس أشتقه بعطيني المجال على إكس. لكن أنا هون عندي بالسيناريو الموجود عندي هون الجهد بيعتمد على إكس واي وزد، بيعتمد على ثلاث إحداثيات، كونه هون في عندي إكس واي وزد. طب كيف بدي أشتق؟ باجي بحكي اي اكس هي عباره عن ناقص مشتقه الجهد بالنسبه لاكس، بس هي عباره عن بسميها البارشل ديريفيتيف. شو يعني بارشل ديريفيتيف؟ مشتقه جزئيه، ولا اسهل منها. هسه بعطيكم عليها امثله، هي مشتقه عاديه بس يعني، بس بنحط الدي مايلي مشان نميزها عن الفول ديريفيتيف. هاي هون عندي هاي بسميها المشتقة العادية اللي اخذناها بايام التوجيهي والكالكولاس 1 و 2، هاي بنسميها الفول ديريفاتيف. هاي مشتقة كلية، مشتقة كاملة، هاي مشتقة جزئية. طيب شو بفرقن عن بعض؟ هسه بعطيكم عليه اكزامبل. باجي بحكي لك طيب هاي اي اكس، طيب كم اي واي؟ بتقول لي اي واي هي عبارة عن ناقص مشتقة الجهد بالنسبة لواي. طيب واي زد؟ بتقول هي عباره عن ناقص مشتقه الجهد بالنسبه لزد. وخلص هاي صار معي اي اكس واي 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 زد، بحطهم مع اي هات وجي هات وكي هات، طلعت المجال كمتجه. بدي كمقدار بربحهم هذول وبحطهم تحت الجذر. فشو هون صارت هون عندي الامور تمام التمام، ما عنديش اي اشكاليه. طيب شو يعني بارشل ديريفيتيف؟ خليني هون اخذ اكزامبل اكزامبل واسمي هذا الاكزامبل بارشل ديريفيتيف، اسميه بارشل ديريفيتيف. خليني احكي لك لو كان انا عندي اقتران اسمه واي، او ما بديش اسميه واي، خليني بدي اسميه اف. اقتران اسمه اف هو عباره عن اكس تربيع واي زد، وقلت لك بدي مشتقه اف بالنسبه لاكس، بدي مشتقة F بالنسبة لواي،
ودي مشتقة F بالنسبة لZ، مشتقة جزيئية. كيف هون بتعامل معه؟ إذا أنا بشتق أنا بخلينا نيجي على الأولى، أنا بدي أشتق F بالنسبة لمين؟ لإكس. بعتبر إكس المتغير وأي إشي غير إكس بعتبره ثابت. بقول هون أنا بشتق بالنسبة لإكس، وين عندي الاقتران أو الجزء اللي بيعتمد على إكس؟ إكس تربيع، شو مشتقة إكس تربيع؟ 2X. واي وزد ثوابت ما بلعبش فيها، فبكون مشتقته بالنسبة ل 2X واي زد. طيب بدي أشتق بالنسبة لواي، بحكي هاي الإكس تربيع ثابت والزد ثابت، بشتق واي، شو مشتقة واي؟ واحد. فشو بيطلع عندي؟ إكس تربيع زد. طيب باجي على مشتقة بالنسبة لزد، الإكس تربيع والواي ثوابت، بشتق الزد كم بالنسبة لزد؟ واحد. شو مشتق الزد؟ واحد. فبقول إكس تربيع واي، وهكذا. يعني أنا إذا بشتق بارشل ديريفاتيف دائما بثبت شو؟ دائما بثبت الإشي غير اللي بشتق أو غير اللي بشتق بالنسبة له وبس. خلينا ناخذ اكزامبل، ممكن الامور تكون سلسة اكثر. وهسه كمان بس اروح للموضوع قبل الاخير بالشابتر، هذا الشابتر طويل مثل 23 تقريبا. راح بس اروح للكونتينوس تشارج ديستريبيوشن، راح نلاقي انه في عندي طريقه اخرى اوجد بيها المجال عن طريق الجهد، لانه الحلو بالجهد انه كميه قياسيه، ما في عندي مجال ولا مركبات ولا كيو من اليمين وكيو من الشمال ومركبات تلغي بعض. لا لا لا، هون بس ما عندنا الامور طيب ان شاء الله. نيجي نكمل ناخذ اكزامبل اخر. طبعا حاب اذكركم كونه هون موجود عندي عدد كبير من الطلاب، يعني يوم الاثنين القادم اللي هو يوم الامتحان راح يكون في عندنا تكمله للشرح. تمام، راح يكون عندنا تكمله للشرح لان احنا متاخرين جدا، وبكره برمضان راح الماده كمان شو راح يصير وقت المحاضره راح يتقلص. يعني هذا اللي جزء انتم ما لحقتوش، انا لحقت بيوم البكالوريوس، يعني كانت الفصل كامل ببلش يبلش رمضان وينتهي رمضان والفصل قبله بعده مبلش، فالمحاضرة بتقل. أتوقع محاضرة الساعة بتصير 50 دقيقة، ومحاضرة الساعة ونص بتصير ساعة وعشرة إشي مثل هيك أو ساعة وربع. فيعني موعد المحاضرة أو زمن المحاضرة بقل برمضان. فعن المحاضرة الجاي إن شاء الله راح أكمل، بس ما راح أخذ حضور غياب، يعني يوم الاثنين يوم الامتحان. فأنا يعني والمحاضرة والبي دي اف راح أنزله، فيعني أنا يوم الاثنين ما راح تكون محاضرة مراجعة، لأنه 23 و24 أخذنا مراجعة فيهم. على شابتر 25 أي حد عنده أي استفسار يرسل لي مسج بسؤاله مصور، أنا بحله وببعث له إياه مباشرة. فما عندي، فيعني خلينا نمشي بالمال. تمام، طيب نيجي بحكي لنا الجهد بمنطقة معينة بالسبيس مقداره 5x ناقص 3x تربيع y زائد 2y z تربيع. بيحكي لنا بدنا مقدار، بدنا المجال كمتجه، بعدين بدنا الماجنتيود لهذا المجال عند النقطة 1 و0 وناقص 1. بمعنى عند النقطة هاي يعني الإحداث السيني إلها x بمعنى آخر، والإحداث الصادي والإحداث الزيني أو العيني بالعربي x y z عند هاي النقطة. في البداية شو بنحكي؟ هاي الحل. إذا بنحكي EX هو عبارة عن ناقص مشتق الجهد بالنسبة ل x. بقول هاي السالب واشتق للجهد بالنسبة ل x. شو مشتقة 5x؟ 5 ناقص شو مشتقة 3x تربيع؟ هاي الواي لحالها بتضل ثابتة. شو مشتقة 3x تربيع؟ 6x زائد شو مشتقة 2y زد تربيع؟ هذول ثوابت، شو مشتقتهم بالنسبة ل x؟ صفر. فهون شو راح يطلع عندي؟ EX أو خلينا نكتبها EX هاي الحالة شو تساوي؟ دخل السالب عليها 6xy ناقص 5.
نقول هاي عندي عبارة عن EX. طيب EY هي عبارة عن ناقص مشتقة V بالنسبة ل Y. نقول هي عبارة عن ناقص مشتقة الخمسة إكس بالنسبة ل Y صفر ناقص ثلاث إكس تربيع. شو مشتقة ال Y؟ واحد زائد اثنين Y، اثنين Y زد تربيع، هاي اثنين وزد تربيع ثوابت. شو مشتقة ال Y؟ واحد، فنقول اثنين زد تربيع. دخل السالب عليها، فنقول اي واي بهاي الحالة شو تساوي؟ ثلاث اكس تربيع ناقص اثنين زد تربيع، بنحط عليها بوكس، هاي طلعنا اي واي. نيجي على اي زد تساوي ناقص مشتقة في بالنسبة لزد، نقول هي عبارة عن سالب، ونفتح قوس صفر ناقص صفر زائد أربعة واي زد. ليش مشتق الزد تربيع؟ اثنين زد، فاثنين مع اثنين شو راح يطلع عندي؟ أربعة واي زد، فراح يكون عندي اي زد هي عبارة عن ناقص أربعة واي زد، ونحط عليها مربع. إذا طلعنا اي اكس واي 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 زد، إذا كم اي كمتجه؟ إذا نحكي إذا اي كمتجه هو عبارة عن اي اكس اي هات زائد اي واي جي هات زائد اي زد كي هات. اذا نقول اي كمتجه هو عبارة عن اي اكس، هنا طلعناها 6 اكس واي ناقص 5 باتجاه الاي هات زائد اي واي اللي هي 3 اكس تربيع ناقص 2 زي تربيع باتجاه الجي هات زائد اي زد اللي هو ناقص 4 واي زد باتجاه الكيه. هاي كتبنا المجال. اذا هذا كله حل فرع A. هذا فرع A. طيب فرع B. فرع B بحكي لنا عند النقطة شو هي؟ واحد وصفر وناقص واحد. اذا عند النقطة فرع B بده المجال هات نقطة واحد وصفر وناقص واحد اللي هي هاي اكس واي وزد. باجي بقول المجال اي يساوي، بعوض بدل كل اكس واحد وكل واي صفر وكل زد ناقص واحد، فبنقول عندي ستة في واحد في صفر صفر، بنقول هو عبارة عندي عن صفر ناقص خمسة باتجاه الاي هات. ليش صفر؟ لأنه واي صفر، أي شيء معاه واي بيروح. زائد هون ثلاثة في واحد تربيع ثلاثة ناقص اثنين في ناقص واحد تربيع اثنين، لانه زد تربيع السالب بتروح، فراح ناقص اثنين باتجاه الجهه. زائد ناقص اربعه في واي، هون عندي صفر باتجاه كيها كون واي صفر. طيب هاي الحاله شو راح يطلع عندي؟ اذا اي راح يطلع عندي ناقص خمسه اي هات ناقص شو؟ جهه ناقص جيها. بس هون ثواني ناقص جيها. طيب هون استنى هون ناقص جيها، لو قلت لك هون كم هاي اي كم متجه، كم مقدار اي؟ بتقول لي هو جذر 25 زائد 1 صار جذر 26 نيوتن. بس سلام السلم السلام تتسلم. اذا هون الامور شو؟ الامور عندنا سهله، الامور سهله جدا. تمام، في حد عنده اي استفسار؟ في اي عنده اي استفسار؟ طيب تمام، اذا هاي خلصنا من هذا السؤال. في سؤال ثاني، هذا السؤال مره جبنا يعني أخوه ابن أمه وأبوه بالامتحان. ها اللي هو السؤال هذا. بس هذا السؤال ما بدي أبدأ أحل به قبل ما نفهم هالشغلة إني أوصلك وياها بالبداية. بحكي لنا دايلكتريك فيلد إز بارلل تو ذا إكس أكسس. بحكي لنا في عندنا مجال كهربائي باتجاه الاكس اكسس،
يعني احنا عارفين اي فقط بيعتمد على الاي اكس، بيحكي لنا جراف ارسم ذا اكس كومبوننت اوف ذا الكتريك فيلد فيرسس ذا بوزيشن ان ذس ريجن اوف سبيس. بيحكي لنا وبمعنى اخر انا رسمت لك العلاقه بين في واكس، ارسم لي العلاقه بين اي واكس. هالسؤال سؤال دسم، مع انه لا دسم ولا بطيخ، تمام. هون في عندنا المجال الكهربائي بتغير حسب المسافه اكس، او الجهد الكهربائي بتغير حسب المسافه اكس. بحكي لك ارسم لي، خلينا بالبدايه قبل ما نيجي نقسم هون الجهد الكهربائي له ست سلوكات، له ست تغيرات. بالحاله الاولى كان متزايد، بالحاله الثانيه ناقص، بالحالة الثالثة ثبت، بالحالة الرابعة رد ناقص بالنقطة المنطقة الرابعة، وبالمنطقة الخامسة رد زاد. فبالمنطقة من صفر لواحد كان متزايد، من واحد لاثنين متناقص، من اثنين لثلاث ثبت، من ثلاث لأربعة ناقص، من أربعة لخمسة تزايد. وكأنه بمعنى آخر أنا هون عندي كلها عبارة عن خطوط مستقيمة، صح؟ سواء بالمرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، كلها عبارة عن خطوط مستقيمة. إذا خلينا قبل ما أجي نتفلسف هون، معادلة الخط المستقيم، إذا هون V V صح؟ هذه المعادلة سواء للمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، أنا بدي أطلع معادلة الخط المستقيم. خلينا أفترض اللي هي عبارة عن AX زائد B، حيث X A ميل الخط المستقيم هذا السلوب، وبي هو عبارة عن الواي انترسيبت وين بتقاطع هذا الخط مع محور السينات مع محور الصادات تمام. طيب باجي بحكي لك، طيب أنا حسبت معادلة الخط المستقيم سواء بالحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، لو جيت قلت لك طيب المجال، بتقول المجال هو عبارة عن ناقص مشتقة الجهد بالنسبة ل X، كونه هو فقط بالنسبة بيعتمد على X واللي هو EX. فبتيجي بتحكي لي طيب EX بهاي الحالة هو عبارة عن ناقص مشتقة الجهد اللي هو مشتقة V over DX، V هي AX زائد B، شو مشتقتها؟ ناقص A، وهو عبارة عن ناقص A واللي هي عبارة عن ناقص مضروب في السلوب. إذا قيمة المجال عند أي نقطة من هاي النقاط هي عبارة عن ناقص مضروبة بميل الخط المستقيم. طيب انتهت الأمور عندي، إذا فهمت هاي أنا النقطة إذا انتهت أموري. كيف يعني أنا انتهت أموري؟ ما فيش داعي أولا بهاي الحالة، ما فيش داعي أوجد معادلة الخط المستقيم كاملة. أنا في عندي داعي شو؟ أوجد فقط ميل لكل خط مستقيم. إذا باجي بحكي باجي بقول السوليوشن، خلينا أحكي ريجين 1 بالمنطقة الأولى بين الصفر والواحد، مش هاي المنطقة الأولى بين الصفر وواحد، السلوب كم يساوي؟ باجي بروح بحكي بدي أخذ نقطتين وأقول فرق الصادات على فرق السينات، هاي النقطة شو إحداثياتها؟ صفر وصفر، هاي الأوريجين، وهاي النقطة شو إحداثياتها؟ واحد وثلاثين، صح؟ ما مش هاي إحداثيات، هاي نقطتين، خط المستقيم بمر بهاي النقطتين، شو نقول فرق الصادات؟ ثلاثين ناقص صفر على واحد ناقص صفر، هاي النهائي ناقص الابتدائي، فكم راح يطلع عندي؟ ثلاثين. إذا مباشرة E1 بالمنطقة الأولى شو يساوي؟ ناقص 30 نيوتن على كولوم، مش بضربه بسالب بس. باجي طيب عن بالمنطقة 2 خلينا أطلعهم، إذا نكتب لك هون ريجن 2 السلوب كم راح يكون؟ هاي النقطة 2 وصفر، مش هاي النقطة 2 وصفر، بنقول من 31 ل 2 وصفر، بنقول 0 ناقص 30 النهائي ناقص الابتدائي على
2 ناقص 1 1 2 ناقص 1 2 ناقص 1 فكم راح يطلع عندي؟ ناقص 30 على 1 ناقص 30. إذن اي 2 كم يساوي؟ موجب 30 نضربه بسالب نيوتن على كيلو. طيب ريجن 3 أنا عندي خط مستقيم ريجن 3 ارجع لهون خط المستقيم هذا من 2 ل 3 خط مستقيم شو ميل الخط المستقيم؟ صفر بدون حل السلوب ميل الخط المستقيم يساوي صفر إذا المجال شو يساوي؟ بالمنطقة 3 صفر نيوتن على كولوم حطها جوا صندوق باجي بحكي المنطقة 4 متناقص بالمنطقة 3 أو المنطقة 4 اي 4 بنقول ريجن 4 4 السلوب ناقص 30 انا حاطه هيك يعني انت لو بدك ترجع هو عبارة عن الناقص 30 لانه بالمنطقة هاي خلينا نكتب السلوب هون نكتبه بعدين هاي النقطة شو احداثياتها 3 الصفر وهاي النقطة شو احداثياتها؟ 4 وناقص 30 4 على الاكس وناقص 30 على الواي نقول السلوب بالمنطقة 4 هو عبارة عن النهاية ناقص الابتدائي ناقص 30 ناقص 0 على 4 ناقص 3 فراح يطلع عندي ناقص 30 على 1 وراح يطلع عندي كم؟ ناقص 30 وانا اللي حكيت لك اياه. طب سلوب الايرور الخامسه هذا سلوب المنطقه 4 سلوب المنطقه الخامسه شو راح يطلع عندي؟ هاي النقطه ناقص 30 وصفر وهاي النقطه 5 وصفر فبنقول صفر ناقص الناقص 30 على 5 ناقص 4 كم راح يطلع عندي؟ موجب 30 اذا ننزل لتحت نقول سلوب المنطقة 4 30 إذا اي 4 المجال بالنقطة 4 كم راح يساوي عندي؟ موجب 30 العكس تماما ونقول سلوب الريجن 5 السلوب يساوي 30 موجب إذا اي 5 كم يساوي؟ ناقص 30 نيوتن على كيلو طبعا اذا هون بدك تحط النيوتن على كولوم مش مشكله تمام اذا انا حسبت بالريجن 1 وريجن 2 و3 و4 و5 حسبت المجال كيف راح تكون الرسمه؟ خلينا نجيب الفوق ورقه رسم بياني مش ورقه رسم بيان انا مجهزها من قبل بس هاي ورقة رسم بياني أنا مجهزها لعلاقة Ex مع المدور احنا هون بالبداية حكينا بالمنطقة الأولى اللي هي بالمنطقة من X يساوي 0 لواحد كان قيمة المجال مقداره ناقص 30 نقول من 0 إلى 1 كانت قيمته ثابتة وناقص 30 برسم خطين خط مستقيم بالمنطقة الثانية بين 1 و 2 كانت قيمته كم؟ من 1 ل 2 كانت قيمته 30 فبقول من 1 ل 2 كانت قيمته 30 ثابتة باجي بحكي بالمنطقة الثالثة كانت قيمته 0 اللي هي من 2 ل 3 نقول كانت قيمته كم؟ 0 باجي بحكي بالمنطقة 3 ل 4 كانت قيمته 30 من 3 ل 4 كانت قيمته 30 بالمنطقة الخامسة آخر منطقة كانت قيمته ناقص 30 فبنقول ناقص 30 هي عبارة عن ناقص 30 راح يطلع كأنه شو عندي؟ كأنه تخطيط قلبي يعني
فراح تكون هاي عندي الرسمة بين E و X. كيف بالله الرسمة؟ بتجنن صح؟ إذا ممكن أنت نجيب لك العكس بالامتحان، يعني أنا ممكن بالامتحان أجيب لك العكس تماما. كيف يعني؟ أعطيك هاي وأقول لك ارسم لي الجهد، فبدك ترسم لي الرسم الأولى. في حد عنده أي استفسار؟ تفضل يا رني. دكتور بدي أسأل، في الرسم الأولى المساحة تحت المنحنى شو بتمثل؟ المساحة تحت المنحنى V في X ولا إيش؟ يعني أنت بدك تحكي لي خلينا نبدأ. هاي المساحة هون، لو أحكي لك المساحة المحصورة تحت المنحنى V مضروبة في X، جهد في إزاحة، ما بدون معنى صح؟ جهد في إزاحة بدون معنى. لو كان المجال في الإزاحة راح يعطيني مجال في إزاحة راح يعطيني جهد، بس هون يكونوا حذرين بالتعامل معه، لأنه أنا في عندي موجب وسالب مضروبة في سالب، فأنتوا لا تفضوش يعني شو معنى المساحة المحصورة تحت المنحنى، ما بتفهموش يعني كمقدار أو شو هي. مش دائما المساحة تحت المنحنى بتعطيني معنى فيزيائي. طيب في حد عنده أي استفسار آخر؟ زيد. دكتور أنا برا هاي المحاضرة عادي أسأل ولا؟ إذا على الامتحان لا، اللي جبته قبل يومي تفضل. في سؤال بس ما عرفتش كيف نحل فقلت أستفسر بس. لا أنا حكيت لكم يا حبايبي من هون لآخر الفصل، أو مش أنا لحالي، كل الدكاترة. هذا اللي أنا جبت لكم إنه هذا تيست بانك، أنا تعبت عليه حتى قدرت يعني أجمع هاي الأسئلة، فما بقدر أحطها للعلن. إذا أنا حطيتها للعلن للطلاب، أنا فعلياً أنا هاي الأسئلة بدي أكبها بالزبالة وأرد أروح أجيب أسئلة جديدة، تعرفت؟ لا أنا مش بحكي لك تطلعها للعلن، أنا في سؤال بس كيف حله بس يعني مش أكثر. وكيف حله يعني؟ أنا طلعت السؤال هذا للعلن، طب وأنا تعبان عليه، وأنا متأكد 100% من حلي. لا بعرف أنا متأكد، أنا عشان أعرف كيف نحل بس والله يا دكتور. تعال على الخاص وش اسمه ونتناقش. شكرا دكتور. بس لانه يعني اني اجاوب يعني في كثير من الطلاب، دكتور انا متاكد من حلي بجيب 8 بس انا جبت 6، طب يعني شو انا اعمل لك يعني؟ انت حل يا حبيبي غلط، يعني شو اكثر من هيك اعمل لك يعني؟ عادي يعني بصير بارقى العائلات انك تخطئ يعني. دكتور انا عارف انا اصلا حله غلط بس قلت استفسر كيف. فلا يعني انا مش إلك يعني بحكي، انا بحكي بشكل عام يعني، عرفت؟ فكثير فالطلاب يعني كثير كانت تحكي لي دكتور انا متاكد من حلي. لا مش متاكد من حلك والله، كانت في ايام وجاهي يعني، في طلاب بس مثلا تنتهي المحاضره او ينتهي الامتحان اجي احكي له كيف زبطت، الاقي طالب مثلا برا القاعه مزبط إيه دكتور مرتب الامتحان، والله مر علي طالب انه جاب 0، متخيلين؟ يعني واحد كان متوقع جيم مليون وجاب 0، يعني عادي يعني بعض الاحيان الواحد يعني الامور تخرج عن السيطره عنده، فبس يعني عادي بدكم تتاقلموا. شكرا دكتور. يا هلا. خلينا نيجي على اخر موضوع، اول احكي لكم خلاص بنكمل بنبلش به المره الجايه، لانه هذا موضوع كبير وبده تكونوا مصحصحين، فهذا راح ابلش به ان شاء الله يوم الاثنين. وحكيت لكم كونه يوم امتحان، يعني يوم امتحان بضل ثقيل على الطلاب هيك بحسه يعني، فانا على كل الاحوال مش راح اوفر بحضور وغياب يوم الاثنين، بس المحاضره والفيديو وكل شيء واللي بده يحضر مباشر اهلا وسهلا فيه، انا موجود ماشي.
يعطيك العافية. سلام عليكم.